يا نهار اسود هاني، ولا هاني انت فين؟ تعالى انت سرجاله بالاختراع. اختراع ايه؟ تبالي بيزغزغ والميه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح ليه؟ عليه يساعد. قدم له حاجه، اتكلم عليه. قدم له ايه؟ اتنيل على عينك، انا اتصرف. طيب روح روح. همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البردة. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عادة ضاح؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضاح. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضاح. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. لا والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تنوي العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. ايه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في الريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيل وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجنى عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ Thank you.
الو؟ لا انا مش هاني. انا مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامه. ضحوا يا جماعه مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الاوضه على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الاوتيل. سايبينه في الاوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا ايه؟ اي 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 حرام عليكم، حرام عليكم، سيبوا نعيش، عيش فينو، بطلوا ضرب فيا. جدول الضرب ولا جدول الحصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي وكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل 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 وطحين. جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعه دي اوضتي انا، اوضتي ولا اوضتي؟ تن تن تن. الحمد لله. يا جماعه في مصيبه كبيره، الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين اهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. انا ممكن اضحكوا اقول لكم فوازير. يلا. ممكن اقول لك فزوره حلوه صغيره. ها عارف ان حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. بقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلتوا البسمة، قتلتوا الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. إيه ده؟ موبايلي فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ يخرب بيتك، دول أكيد البوليس. نهار أسود بوليس. أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. يلا خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. خرافي على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له إن خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا. إيه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا إيه؟ ها؟ بالراحة عليا، ده أنا متلصق. حاضر. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده؟ اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي؟ أنت واضح عليك إن أنت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، أنا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير. لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل.
ده مني ومطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه، دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابصها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، فيها يا مسيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمراء سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. بسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتبعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده؟ اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عنك؟ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لاخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره خطيره ولا فطيره تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبس. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقول لك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا لا اسمحي لي أفكرك. نيلي من فضلك ما تقاطعنيش.
فاكرة في حفلة عيد ميلادك لما جبت لك الأستاذ سمير اسكندراني وولعت له في الدوغلاس؟ ينفع؟ وبيغني أغنيته الجميلة يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. يا جماعة بابي فاهم غلط، أنا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. أيوة أكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وأبو يا بلحهم. معرفش مش فاكرة أنهي أغنية بالظبط. نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد، وأنا أحسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الآخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني.